السلام عليكم يا دكاتره. احنا النهارده هنعمل تقييم كده او هنراجع معاكم كتب الفيرست عشان نشوف ايه الكتب اللي هنذاكر منها او اللي هتجيلك ان شاء الله. احنا عندنا اهتمينا اول مره في النسخه اللي هي يناير 2025 ان احنا نهتم جدا بالاسئله. فعند حضرتك كتاب احنا يمكن عاملينه حصريا لكورسات دايموند، الكتاب لسه ما نزلش عموما في المكتبات، هيكون مع حضرتك الكتاب ده اللي بنتكلم عن اللي هو الاو اس تي النسخة الجديدة أو الإصدار الجديد. عندنا كتاب الدايموند اللي هو هنتكلم عن سيلف أسسمنت، ماسكين البرانشز كلها، الجينيتكس، الإمبريولوجي، أناتومي ومايكرو، وبعد كده سيلف أسسمنت. هتلاقي إن الكتاب أدي الأسئلة كلها، كل الأسئلة الممكنة اللي هتجيلك عموما. هنيجي كتاب سيلف أسسمنت الثاني اللي هو برضه كتاب أسئلة، بيتكلم عن عندك 300 سؤال، ده برين ستورمنج مراجعة على كل الموديولز. بعد كده عندك 200 سؤال، ادي كده 500 سؤال، كل اسئله الاناتومي، امبريولوجي، اميونيتي، تقريبا الكتب دي كل كتاب فيها 1000 او 1500 سؤال. هيدخل على كتب الشرح. الكتاب الاول كتاب دايموند هو بارت 1، ده في اميونيتي وفي باثولوجي وفي اناتومي وفي امبريولوجي وفي جينيتكس وفي انتكراين كيتال مانجمنت واحصاء، الباقي في الكتاب الثاني ده. الكتاب يمكن انت هتيجي تبص عليه فكم كبير، لكن هنيجي نفتحه كده كم كبير ليه؟ لان انت هتيجي الاميونيتي هنا، احنا مش بس اميونيتي، احنا الاميونيتي وكل الجزء الخاص بالكلينيكال براكتس واسئله الاميونيتي. فهنيجي ناخد الاميونيتي مع بعض. يمكن احنا اتكلمنا عن الاميونيتي نفس الحاجات اللي احنا قلناها تقريبا في الشرح. هنيجي نمر سريعا على الاميونيتي كده نشوف لو في عندنا حاجه. بعد الاميونيتي ندخل على الاكسترا انفورميشن، قلنا ده كنا قلناها كده اكسترا انفورميشن، ريكولز للاميونيتي اللي هي الكلام المهم في الاميونيتي. طبعا احنا كل الكلام ده قلناه. فانت عندك كتاب برانش طبعا بعد كده الباثولوجي، بعد كده تدخل مثلا وليكن هنتكلم عن الجزء اللي له علاقه بالاندوكراين، الثايرويد اتكلمنا عنها وقلنا ايه المهم فيها. بعد الثايرويد هتلاقي ان انت عندك كام سؤال على الركوز الخاصه بيه او تجمعات الركوز الخاصه بيه الاندوكراين. بعد كده المحاضرات اللي احنا قلناها، المحاضرات اللي عدنا احنا اتكلمنا فيها. فده بالنسبه لنا كتاب الفيرست عموما. والكتاب الثاني ده كتاب هتلاقي فيه في النهايه برضه هتلاقي فيه ام سي كيو. فاحنا الهدف الرئيسي عندنا في كتب دايموند، الكتب اللي احنا اتكلمنا عنها في دايموند او براكتس البارت 1، ان انت تحل اكبر قدر، انك تكون بسهوله الموضوع معاك سيمبل. احنا عندنا ثلاث كتب، ادي ثلاث كتب اسئله هيجوا لك، سيلف اسسمنت وكتاب الاو اس تي، كتابين شرح. ده الكتب بتاعتنا ونشوفكم على خير ان شاء الله.